الاخبار من يقرا جرايد الحين؟ انا عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. استرويد حتيجي انت الحين ما في احد يقرا جرايد. والله بعرف. كيف حالي؟ طمنيني عنك. زينة الحمد لله. الو هلا بدور. انا بالدوام بالمدرسه. ليش ايش فيك؟ ايش صاير؟ لا تخرعيني. ابوي في شيء؟ امي فيها شيء؟ عمي في شيء؟ ايش فيك؟ خبصتيني. يلا تعالي انطرج. وينك انت؟ ما بتسال علينا؟ ما بتطمن علينا؟ معقول؟ بعد شو اسوي؟ لقى ظروف. ظروف منى كيفك؟ تمام. الكتكوت الصغيره شلونها؟ ندو يا سميتك كل ما تكبر تحلى طالع على ابوها. يا عيارتك مو هيك بتقولوا؟ طمنيني خالتي شلونها؟ خالتك؟ والله ناويت لك شو نيه؟ نيه سودا. معقول انت لا بتسال لا بتقول كيفك لا بتقول شو اخبارك؟ ما بتسال عليها بالمره؟ لك انت ابن اختها الوحيد. اخاف ادق عليها اخاف. اخر مره قالت لي لك روح الله لا يوفقك. شلون تبيني ادق عليها الحين مره؟ بتصدق شيء؟ والله اذا امي وامك قعدوا مع بعض غير الله ما بيفكك. ادري والله ادري ما هذا اللي يردني ادق عليها. اخاف احصل لي زفه بعد ما اعرف شلون اتعامل معها ما اعرف شلون اتكلمها اصلا. طب هلا انت قل لي كيفك؟ تمام. يعني حياتي سايره شغل نادي بيت حنت منى الله لا يوريك. حنت منى؟ حنت منى يعني هلا نقصت منى هو اللي خلاك تدور على وحده ثانيه ما هيك؟ لا بس شوف انا بيبي شايفتها مظلومه حرام بتستاهل. مظلومه شلون عرفت صح؟ على فكره بيبي مراجعة عندي كانت عم تعاني من حالة اكتئاب كتير قوية خوف وبكي وكآبة مسكينة كل هذا صار فيها بعد ما انفصلت. بس بتعرف مين الشخص الوحيد اللي طلعها من هالحالة هي؟ مرتك منى. طبعا أكيد أنت بتعرف إنه هن الرفقات ما هيك؟ لا وحديدك من الشعر بيت كمان. أنا بعرف كل القصة من وقت ما شافتك بالشالة لوقت ما انت رحت لعندها على البيت وساويت لها الديكور تبعه لوقت ما صار بينكم حب وغرام وعشق وهيام وافلام. تعرف شي؟ انا كل شي فهمته بهي الدنيا بس في شي وحيد لا لي فهمانته ولا لي ملاقي مبرر لإله. انت بدر اللي كل العالم تشهد باخلاقك باحترامك لبيتك بحبك لمرتك بسمعتك الطيبة انت يطلع منك هيك؟ معقول؟